دكتور هاني السويلم، لما هتسمح لي ارجع لحضرتك تاني واسال عن البدائل. احنا مصر تحت خط الفقر من قبل ازمه سد النهضه، تحت خط الفقر المائي. في هذه الحاله ماذا يجب ان نفعل؟ انا عارف ان الحكومه المصريه بدات بالفعل ومشروع تبطين الترع وتحليه المياه وخلافه. ايه هي الخطط التي يمكن ان تعوض هذا الفقر المائي؟ الأول أرحب بصديقي وأستاذنا الدكتور هاني الرسلان. والحقيقة أستاذ خيري، هنا في نقطة حساسة جدا لازم نوضحها. مبدئيا كده لازم نحط شعار كبير كده فوق: لا شيء ولا مشروع يغني عن مياه النيل ولا تنازل عن حقوق الشعب المصري. طبعا وانا عارف ان ده مش حضرتك تقصده. تمام. حضرتك عارف ان احنا في تحت خط الفقر المائي، ولو ما فيش السد الاثيوبي برضه هنعمل الاجراءات اللي بتتعمل حاليا، بس بنوضح دي لان دي لازم تتحط فوق كده بالخط العريض. ما فيش اي مشروعات هتغني عن مياه نهر النيل. احنا من اول ما التاريخ ابتدى واحنا بنحاول نعمل مشروعات تحليه اللي هي تضاعفت بشكل قوي جدا في الفتره الاخيره علشان ننتج 1.1 أو 1.2 مليار متر مكعب ميه تحليه. فشوف حضرتك سنوات وسنوات، مليارات ومليارات علشان ننتج مليار ومليار واحد ومن عشره او مليار واثنين من عشره من المياه. وبالتالي فلازم أول حاجة الدفاع عن مقدرات الشعب المصري وحقوقه، وكلنا ثقة في مؤسسات الدولة في القدرة والجاهزية للحفاظ على مقدرات وموارد الشعب المصري. لا شك أعتقد، وأنا يمكن أجزم على أن المصريين كلهم يثقوا في مؤسسات الدولة في قدرتها على الحفاظ عليه. نعم. ننقل بقى نقطة ومن أول السطر. أي. من أول السطر مصر لازم كده كده بتعمل إجراءات لمواجهة الفقر المائي اللي موجود في البلد في الوقت الحالي بسبب ان مواردنا قليله جدا من الميه، وفي نفس الوقت تعداد السكان بيزيد بشكل غير طبيعي. يبقى اول حاجه في اعاده استخدام، في محطات بتتعمل، في تقليل فواقد عن طريق تبطين، عن طريق التحول لطرق نقل مختلفه، قد يكون في المستقبل خطوط مواسير. حاليا بيتم تبطين ترع، بيتم التحول في الدلتا وغير الدلتا من الري السطحي الى الري بالتنقيط. في مشروعات كتيره جدا، يمكن احنا بنقوم بمشروعات النهارده علشان نقول بدل ما المتر المكعب بيطلع سين من المنتجات، لازم المتر المكعب يطلع 5 سين و6 سين و7 سين. لازم نضاعف الانتاجيه باستخدام نفس كميات الميه، وده مبدا لازم يتم تطبيقه. لازم البلد تعمل خريطه لكل المنتجات بناء على استهلاكها للمياه. ازرع ده وما ازرعش ده. ده بعيدا عن موضوع سد النهضه خالص، ده بناء على الموقف الحالي لمصر. واسمح لي حضرتك معانا